السلام عليكم، أنا عبد العليم طارق، بكالوريوس زراعة جامعة العريش دفعة 2019. الحقيقة حبيت مجال الجودة جدا، وبدأت أدور على يعني مكان يعني يعلمني كورسات أو تدريبات عن الجودة وسلامة الأغذية. فلما لقيت ودورت لقيت باشمهندس أحمد رأفت عامل كورسات كتير عن الجودة مع سنتر كواليتي سيستمز، وكمان عجبني كمان انه في ميزة الاونلاين كورسز، فده حفزني اكتر ان انا مش هرتبط بمواعيد معينة او ان انا اروح واجي من مكان محدد. طبعا باشمهندس احمد حد ما شاء الله يعني عليه خبير، عنده خبرة عملية كويسة جدا، وحد محترم جدا وبيساعد أي حد، ما بيبخلش على أي حد بمعلومة ولا بأي حاجة. أنا بدأت معاه مجموعة كورسات عن جودة وسلامة الأغذية، وبدأت النهاردة أول محاضرة معاه بالجي اتش بي اللي هي الممارسات الصحية الجيدة. التدريب كان أونلاين وعلى مستوى عالي جدا. اتعلمت في الجي اتش بي حاجات كتير جدا جدا ما كنتش متخيل ان انا يعني معرفهاش، حاجات سهلة لكن دقيقة جدا وبتفرق جدا في جودة وسلامة الأغذية. طبعا عرفت ايه الفرق بين جودة المنتج وسلامة المنتج، وكمان الفرق بين التلوث والتسمم والفساد بتاع الأغذية، وكمان أهم حاجة استفدتها عناصر الممارسات الشخصية الجيدة بالتفصيل، كانت حاجات تانية كتير جدا مهمة جدا في المجال ده بتاع جودة وسلامة الأغذية. من أهم الحاجات اللي عجبتني مع باشمهندس أحمد هي عنصر التوقيت والمواعيد، لانه انا كنت خايف بصراحه من الموضوع ده، لكن مع باشمهندس احمد رافت الحقيقه المواعيد مظبوطه، وانا يعني خاصه ان انا اونلاين، فلما يتحدد ميعاد طبعا ده بيبقى شيء مهم. كانت المواعيد دقيقه جدا معاه ومظبوطه. كمان الكورس مع باشمهندس احمد ما كانش مجرد معلومات وخلاص، بالعكس ده كان يعني أنا حسيت إن أنا بشتغل جوه المصنع معاه. ألف شكر ليكم، وشكر خاص لبشمهندس أحمد رافع.